السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي وحبايب قلبي احلى متابعين في الدنيا متابعين قناتي قناه كل يوم جديد مجده الجندي لو اول مره بتتابعي معايا اشتركي معايا في الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو زرار الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد النهارده انا مكمله في حلقات تعليم بناتنا الصغيرين الف به مطبخ والنهارده هيكون معانا اللحمه الجميله اللي احنا شايفينها قدام عينينا دي وهي اللحمة المسلوقة. عايزين نطلعها مسلوقة بشكل صحيح. وفي نفس الوقت جوسي وجميلة وسهلة المضغ. هنعرف اساسياتنا النهاردة اللي انا بحب اعلمها لبناتنا. وحب ان هم يعرفوها. مع سلق اللحمة. ازاي نطلعها نتيجة كويسة ومرضية. لان اللحمة المسلوقة طبعا اساس من اساسيات المطبخ. والشربة بتاعتنا لو ما طلعتش بشكل صحيح بتبقى مش مخلية للأكل طعم فإحنا حابين نطلع شوربة رايقة زي ما إحنا شايفين بالطريقة دي وطبعا ليها طعم ومذاق خاص واللحمة بتاعتنا تكون جوسي وجميلة وأنا حابة أوريها لكم أكتر من مرة شايفين اللحمة إحنا عايزين نعرف طريقة السوى الصحيحة للحمة وهيبقى معايا في اللحمه بتاعتي الكميه اللي انا عايزاها هرفعها على النار وهحط معاها معلقه من السمن او اي آه سمنه أنتي بتستعمليها ومعايا كمان قطعتين من الماسوره ودول زي ما احنا عارفين بيعملوا للشوربه طعم جميل جدا قطعتين الماسوره دول والبهاريز اللي فيهم دي حابه ان انا اشوحهم كده مع بعض بقطعه السمنه بتاعتي وكمان هحط معاهم معلقه من البهارات المطحونه وما تقلقيش من البهارات المطحونه هتتشوح مع اللحمه وهتطلع النكهه بتاعتها الجميله وكمان في الاخر هتكون متروقه في قاع الحله والشوربه بتاعتي هتكون رايقه وجميله انا احب اشوحهم مع اللحمه يدوني طعم ويطلعوا الريحه بتاعتهم والنكهه بتاعتهم معايا بالشكل ده هشوح اللحمه بتاعتي واخليها تشرب الميه بتاعتها الاول قبل ما اضيف ليها اي سوائل انا شايفه ان قطعتين الماسوره معرقلين حركه اللحمه فشلتهم من الحله وهشوح اللحمه بتاعتي هخليها تشرب الميه بتاعتها خالص مع البهارات هشوحها معاها بالشكل اللي احنا شايفينه ده هخليها تشرب كل المية اللي هي فيها دي السوائل اللي هي فيها الاول انا كده اهو وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها وهي ان اللحمة بتاعتي اتشوحت وما بقاش فاضل في القاع غير الادام بتاعها او السمنة بتاعتها بالشكل ده واللحمه كمان معايا خدت لون هعمل ايه في الحاله دي هنزل بميه مغليه اوعي ايه تنزلي بميه ساقعه لو نزلت بميه ساقعه على اللحمه اللحمه بتاعتك هتكش واللحمه بتاعتك هتتماسك اللحمه بتاعتك هتشد فالميه المغليه احسن واسلم طريقه ل... ان انتى تطلعي لحمه جوسي وجميله وال... آ... واللحمه بتاعتك تكون مسلوقه بطريقه صحيحه وتكون سهله المضغ ونزلت مع ال... بعد ما نزلت من الميه المغليه نزلت معاها بقطعتين الماسوره بالشكل ده معايا اهو قطعتين الماسوره دول يا جماعه بيدوا طعم ج... للشوربه جميل جدا جدا وطبعا يعني احنا عارفين ان الشوربة بقى بتبقى مليانة بهاريز اهو حبيت برضو اضيف مية تاني برضو مية مغلية من الكتل ومعايا بصل او هو البصل الصغير ومعايا كمان شرائح من الجزر طبعا احنا بنحب البصل جدا انا بحب البصل جدا انا واولادي فبحب ازود كمية البصل ونزلت بيهم معايا في الشوربه ومعايا كمان عودين من الكرفس مش هقطعهم هخليهم سلام وهنزل بيهم معايا في الشوربه اخد منهم الطعم والنكهه بتاعتهم وفي نفس الوقت بعد كده هشيلهم من الشوربه لو حابه تضيفي فصين مستكه ماشي في فصين مستكه في تشويح اللحمه من البدايه المكونات دي بتخلي اللحمه ليها طعم جميل جدا ولو اللحمه طلعت معاكي ريم على الوش بتلميه وبتطلعيه وانا بحب احط الطماطم معصوره فنزلت بحبه من الطماطم المعصوره عصرت طماطمتين اتنين حبايه من الطماطم عصرتهم معايا في الخلاط ونزلت بيهم على الشوربه بتدي طعم جميل جدا احلى كمان من الطماطم اللي هي المقطعه حتت انا بحبها جدا طبعا بتتسبك مع المرأة وهي بتغلي فبتدي طعم جميل جدا وما بفقدش اي حاجة من الطماطم بتاعتي ودي كانت اللحمة بتاعتي طبعا بعد ما استوت مع بعضيها وخدت الشكل النهائي شايفين الشوربة رايقه ازاي وصافية ازاي وطبعا فيها قطع البهريز بتاعت الماسورة اللي نزلت منها اهي ولا اروع من كده هنستخدمها في عمايل المحشي في في عمايل صواني في كل حاجة في المطبخ دي اساس من اساسيات المطبخ هي اللحمة المسلوقة واللحمة غلت معايا بالطريقة الصحيحة وطلعت معايا جميلة وما بتشدش وهتبقى سهلة المضغ وانا حابة كنت اوريها لكم بالشكل والتفصيل ده ولو عجبتكم وصفتي ما تنسونيش في اللايك في الشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني